يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل الصدقة ما كان أنفع للمتصدق عليه. اليوم الجمعيات الخيرية تتصدق على الفقير بما يحتاجه بالطعام، تتصدق على العطشان بالماء، تتصدق على الجاهل بالكتب والداعية، تتصدق على المريض بثمن العلاج، تتصدق على المسجون بسداد دينه الذي سجن بسببه. هذا التنوع من تصدق لهم وعاونهم دخل معهم في الأجر.